في الفترة الماضية بدأ هجوم روسي على منطقة إدلب واشتعلت الحرب هناك وتدخل الجيش التركي بشكل واسع. كثير يسأل لما وقع ما وقع وكيف وقع ما وقع ولماذا تدخل الجيش التركي بهذه الطريقة وواجه روسيا وكاد تقع حرب بين روسيا وتركيا مع ما لهذه الحرب. فجأة بوتين شن حرب واسعة وسريعة في محاولة اجتياح لمنطقة إدلب، الجيش التركي أن يحمي نفسه ويدافع عن المنطقة التي كان فيها. السؤال الأول، لما بوتين أسرع؟ بوتين إذن عنده مشروع. بوتين جاء إلى سوريا بعد أن عجز الإيرانيون وحلفائهم من حماية النظام، ودار أمرهم بين أن يتفاهموا مع المعارضة ومع الشعب السوري أو لا، يسلموا سوريا، يبيعوا سوريا لدولة قوية قادرة أن تضرب الشعب السوري. فاختاروا الخيار الثاني، ذهبوا جاءوا ببوتين وسلموا سوريا، هكذا خذ سوريا. وهاليوم بوتين هو الحاكم الحقيقي الفعلي في سوريا، ليس هناك سلطة في سوريا غير بوتين، قيصر روسيا. يعني سوريا محتلة من قبل القيصر الروسي. كل من يقاتل في سوريا تحت راية بوتين في خدمة جيش بوتين متعاونا مع بوتين وجيش بوتين هو جندي في حملة صليبية على أطفال المسلمين، على بيوت المسلمين، على ديار المسلمين، ولهذا هو يحارب المسلمين. أقسم لكم أن من يهاجم أهل درع، أهل إدلب في سوريا ويقتل أطفالها، بالضبط شريك من قاتل في كربلاء أطفال الإمام الحسين. هؤلاء أطفال شهدوا أن لا إله إلا الله، يقتلون في إدلب. في الفترة الأخيرة كان لابد لتركيا أن تدخل في الأراضي السورية في شريط حدودي لتحمي شعبها، وطبيعي، وهي كما يعلن المسؤولون الأتراك أنهم يسعون لاستكمال هذا الشريط لحماية أنفسهم، لبينما تصبح سوريا دولة مستقرة تحمي حدودها، حينئذ لكل حادث حديث. في هذا الوقت يهاجم بوتين إدلب باتجاه سوريا، باتجاه تركيا. هنا مسائل أساسية باتت على النار في تركيا. واحدة منها أن ملايين السوريين من إدلب وملايين السوريين من الشريط الحدودي، لأنه إذا تراجعت تركيا في إدلب حتتراجع من كل الشريط الحدودي أمام بوتين. لهذا تركيا كانت بين خيارين، إما أن تصل النار إلى داخل تركيا والإرهاب إلى داخل تركيا وتعاني تركيا ويصبح الشعب التركي في أوضاع سيئة وملايين السوريين فضلا عن الموجودين في تركيا اليوم يصبحوا عبء على تركيا وممنوع أن يدخلوا إلى أوروبا، فتركيا تصبح في وضع صعب جدا، إذا لابد أن تحمي نفسها. تركيا في وضع خطر تحتاج أن تحمي نفسها، لهذا من أول الطريق وجدت أنها تختار الدفاع عن نفسها. وكل حاكم حريص على شعبه يأخذ القرارات التي أخذها أردوغان. من هنا تصدى أردوغان للغزو الروسي ووقف في وجه التقدم في إدلب كما عرف الجميع. إذا كنتم تحذرون إيران وجماعة إيران والنظام مرة، احذروا السعودية وجماعة السعودية ألف مرة، لأنه بنظرهم إذا سقط النظام بسوريا وانتصر الشعب السوري بعد أسبوع ستسقط الرياض بيد الشعب الجزيرة العربية.